الفن المصري والغنى المصري حالة كلها إبداع، وإحنا الحقيقة بلد المغنى الحقيقي بجد في مصر. يعني الفنون المتنوعة، الرموز المتنوعة، الغنى، يعني سنين وسنين وسنين المعابد المصرية بتشهد بأن إحنا أهل المغنى بجد. فعلشان كده بنبقى دايما متعطشين لكل حاجة فيها إبداع. دار الأوبرا المصرية بتعقد مؤتمرا صحفيا الأربعاء المقبل بتكشف فيه تفاصيل عن أول حفلات مشروع 100 سنة غنى. الاسم مبدئيا حلو جدا، بحضور الفنان الكبير علي الحجار، وطبعا الدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا. وطبعا الحفل ده مقرر انطلاقه على خشبة المسرح الكبير بإذن الله 14 فبراير. يعني احنا بنتكلم عن جمال ورومانسية لعيد الحب بمشاركة عدد كبير من صناع الموسيقى. توزيع الأوركسترا الكبيرة وقيادة الأوركسترا هتكون للمايسترو هشام جبر. يعني احنا كده بنتكلم عن حالة فنية غنائية ومشروع ضخم كبير. دكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا المصرية يطلعنا على مزيد من التفاصيل. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير على حضرتك أستاذة شفكي، ومساء الخير على كل السادة المشاهدين. يعني أول ما أسمع اسم دكتور خالد داغر أعرف إن في فن كده هنتكلم فيه، وفي إبداع هيجي والمصريين عايزين يتبسطوا، وإحنا أهل المغنى ففرحونا بقى. يعني طبعا مصر من اوائل الدول في العالم، دي اول دوله في العالم من ايام الفراعنه، واحنا صحيح. عندنا الالات الموسيقيه، احنا مخترعين في كل حاجه، وكمان الفن المصري سابق من 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 الحان لموسيقى لشعر، يعني الفنون كلها اللي هي ليها علاقه بالغناء. عايز اقول لحضرتك ان دار الاوبرا المصريه بترحب وبتحتضن اي فكره، يعني تبقى مهمه او تبقى تطوير للفنون المصريه او اكتشاف او اعاده اكتشاف للروائع المصريه القديمه، ولا طبعا لانه للملحنين أكيد 100 سنة غنى. أنا عارفة إنه حلم ومشروع، وكان الفنان علي الحجار بيحلم بيه، وأكيد وجود حضرتك كمان هيضيف على هذا الحلم إبداع وإبداع. كلمني على المشروع نفسه، يعني خلينا نشرح كده للمشاهد، يعني إيه اللي بتقصدوه ب 100 سنة غنى؟ هنسمع إيه؟ هنشوف إيه؟ إيه اللي هيحصل؟ هو الحقيقة الفكرة بتاعت الفنان علي الحجار إن هو يرصد خلال المئة سنة الماضية تطور الألحان وتطور الموسيقى، بداية من سيد درويش ومرورا بقى بعبد الوهاب وبليغ حمدي والصنباطي ومحمد فوزي وكل الروائع، لأن الموسيقى في المئة سنة اختلفت كتير. أكيد أكيد، يعني كان كل مثلا 10-15 سنة يبقى في ملحن جديد كده له ستايل مختلف، فيبدا يبقى هو يعني اون سبوت، او يعني هو اللي تحت الاضواء. فبيخلق حاله من التطور للحن. فالحقيقه هو فكره الفنان علي الحجار ان هو يعيد يعني توزيع او تقديم هذه الالحان. طب هل هيتم بقى، يعني مثلا في حاجات لو بنتكلم من ايام سيد درويش او ابعد كمان، يعني هيبقى في تطويعها بقى الى توزيع مختلف، ولا هيبقى في شكل من الاشكال التقديم الحديث؟ اكيد طبعا، هو دلوقتي احنا عندنا الات مختلفه، عندنا عازفين على مستوى عالي جدا في جميع الالات، عندنا موزعين شباب الحقيقه جمال جدا، فكل دولت يعني بيساعدوا في ان احنا نقدم اللحن بصبغه مختلفه، يعني بنلبس اللحن كده الوان مختلفه، بس بنحتفظ بشكله الاساسي، وبتبقى حاجه بتتناسب مع الاصوات اللي خارجه من العصر، اصوات الموسيقى اللي هي المعاصره.
دكتور خالد، 100 سنة غنى، هل هتبقى حفلة واحدة ولا هي سلسلة من الحفلات؟ يعني ده مشروع بيبدأ؟ هي الحقيقة سلسلة من الحفلات، وهي هتبقى كل حفلة هيبقى هناخد مؤلف من المؤلفين، وإن شاء الله أول حفلة هتبقى للعبقري عبد الوهاب. كلها ألحان عبد الوهاب، وطبعا بيشارك الفنان علي الحجار، الفنان الجميل العظيم محمد الحلو، وبعض الشباب من شباب دار الأوبرا، وإن شاء الله يبقى عرض يليق بالمئة سنة. أكيد أكيد، اللي هم يعني الحضارة، والله إحنا المئة سنة اللي فاتوا دولت دي حضارة في الموسيقى طبعا. إحنا لو قعدنا بس نجيب من قبل مئة سنة وبعد مئة سنة، إحنا مش هنلاقي أيامنا نقدم الفن بتاعنا. أنا شخصيا هبقى موجودة في الحفلة دي، ولكن كمشاهدة إن شاء الله. أكيد يعني كل التوفيق دايما، وبإذن الله نكون معاكم يعني خطوة بخطوة. أول ما تبدأ البروفات اسمح لنا بكاميرا التاسعة إن إحنا نكون بنصور الكواليس الحلوة دي بإذن الله، وعبد الوهاب، محمد الحلو، طبعا المشروع اللي طبعا كان بيحلم بيه الفنان علي الحجار. إن شاء الله نكون معاكم دايما في هذه الاحتفالية الكبيرة بإذن الله. إن شاء الله يا فندم، متشكر حضرتك. دكتور خالد داغر، رئيس دار الأوبرا المصرية، أشكرك شكرا جزيلا.